بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، 12 سنة تقضى من عمر فتية وفتيات ما بين مقاعد وطاولات، حصص وكراسات، تارة في فناء المدرسة وأخرى مشيا في الطرقات أو جلوسا على مقاعد الحافلات. طلاب وطالبات حملوا العلم في صدورهم قبل الحقائب على ظهورهم، طلبا للعلم والتحصيل والتفوق والامتياز، ليخدموا وطنهم وأبناء وطنهم. انتظروا حلم التخرج طويلا وتعشموا خيرا من أن لكل مجتهد نصيب، وإن من جد وجد ومن زرع حصد، وأن خاتمة الشريط الدراسي ستكون بلسما متوجها ببعثة تذهب لمن يستحق من تفوق. البعثات التعليمية بين طموحات الخريجين وتحديات الواقع. قام الوحدوي بتوجيه دعوة رسمية للأستاذ عيسى الكوهجي مدير إدارة البعثات والملتحقات بوزارة التربية والتعليم، ليتحدث لنا عن برنامج الابتعاث والطرق والآليات المتبعة في توزيع البعثات، والغرض من تعديل نظام توزيع البعثات ومواضيع أخرى. ولكن للأسف الشديد لم نتلقى أي رد، لا بالسلب ولا بالإيجاب، لذلك نكتفي بورقة الأستاذ سلمان سالم النائب السابق عن كتلة الوفاق النيابية المستقيلة ليعرض لنا أهم الإشكالات المثارة في موضوع البعثات الذي أرق مئات المتفوقين وأولياء الأمور، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أولا للتصحيح، أنا ناشط تربوي حاليا، يعني حتى لا يكون هناك إشكالية على الجمعية. نتكلم في هذه الليلة عن أزمة متكررة من 2011 إلى وقتنا الحاضر. هذه الأزمة سببها مشروع ابتدع في وزارة التربية والتعليم، وهو مشروع 60-40%. 60-40% هو يعني أحد الأسباب الرئيسية، رغم أن الأزمة بدأت قبل 12 سنة، ولكن زادت أثرها في بعد إقرار هذا المشروع 60-40. 60 هو للتحصيل الأكاديمي و40 للمقابلات الشخصية. طبعاً أنا رايح أستعرض بعض، طبعاً ليس لدي الحقيقة كاملة، حقيقة المتفوقين وما حصلوا عليه لا أمتلكها، لأن هناك في تغييب للمعلومة من وزارة التربية والتعليم على الرأي العام. أنا لما أقول هناك تغييب، يعني عدد المتفوقين اللي حاصلين على 95 فما فوق 635 متفوق، من 95 فما فوق، يعني ما نتكلم عن 90، لا. إحنا استطعنا، أو يعني من المهتمين بهذا الشأن استطاعوا أن يجمعون 67 طالب وطالب، يعني 10.6 من 6 له 0.6% من مجموع الطلبة المتفوقين، عينة يعني. هذه العينة شفنا أيضا فيها ما زالت الأزمة موجودة في هذه العينة. طبعا هاي تكشف عن
بقية الطلبة المتفوقين 635، يعني طبعا ما نعلم احنا بالضبط مصير هؤلاء من توزيع البعثات. نتعامل مع أرقام، أرقام تكون رسمية، وهذه الأرقام هي اللي تثير التساؤلات، الاستفهامات، تشكيك. هذه هي الأرقام اللي ممكن، مو أنا اللي أثيرها، لأن هذه أرقام رسمية موجودة في وزارة التربية والتعليم. عدد الذين تقدموا طبعا للامتحانات في المرحلة الثانوية في هذا العام 6100، على أساس نستفيد من الأرقام بعدين نشوف المحصلة في النهاية. 6111 اللي تقدموا. البنين 2206، والبنات 3905. دائما البنات هم أكثر عددهم في المرحلة الثانوية، ولهذا تلاحظ أن نسبة المتفوقين من البنات أكثر من الأولاد. الناجحين في الدور الأول 5809 طالب وطالبة، هذا اللي نجحوا في جميع النسب، 5809 طالب وطالبة. نسبة النجاح في الدور الأول 95.1%. عدد المتفوقين الحاصلين على 95 فما فوق كما ذكرنا 635 طالب وطالبة، رقم كبير يعني بالنسبة لعدد أولادنا في المدارس، 635 حاصلين على 95 فما فوق. هذا كلهم كانوا ينتظرون بعثات وينتظرون رغبات، يعني كلهم عيونهم في الرغبات الثلاث الأولى، الأولى الثانية الثالثة. يمكن ما في منهم أحد يتوقع أن يحصل على رغبة رقم 12 أو خارج الرغبات الثلاث. البنات 472 طالبة والبنين 163، يعني البنات يمثلون 74.3%، والأولاد يمثلون 25.7%. احنا استطلعنا آراء أو استطلعنا أحوال 67 طالب فقط، طالب وطالبة، يعني 10.6% فقط من مجموع المتفوقين. نتائج الاستطلاع نستعرضها شريط بسرعة. الرغبة الأولى حصلوا على الرغبة الأولى من 67 طالب، من 67 اللي هو الطالب 20.9%، هاي اللي حصلوا على الرغبة الأولى. الرغبة الثانية حصلوا على 11.9%، الرغبة الثالثة 7.5%. اللي خارج الرغبات الثلاث هم العدد الأكبر. لاحظنا أيضا اللي استبدلهم من البعثات إلى المنح عددهم كبير، 26.9%، هذا بين 67 طالب فقط، مو بين 635. إذن الطلبة والطالبات الذين حرموا من الرغبات الثلاث نسبتهم 59.7%. الطلبة الذين حصلوا على إحدى الرغبات الثلاث، يعني الأولى الثانية الثالثة، 40.3%، هذا من 67 طالب. هذه الأرقام طبعا توحي أن هناك في مشكلة في توزيع البعثات. احنا دائما نرجع هذه المشكلة إلى المشروع اللي أقر في أو اللي طبق في 2011 اللي هو 60-40%. المقابلات الشخصية هذه المساحة اللي ممكن أن يتحرك فيها الطالب، يتحرك مصير الطالب، يعني ممكن 99%
في المئة هذا يحصل منحة، وأربعة وتسعين في المئة طالب آخر يحصل بعثة. هذه إذا نبغى في المساحة الأربعين في المئة، لأن الأربعين في المئة كبيرة هذه لمقابلة شخصية مدتها دقائق، يعني قد لا تتجاوز 15 دقيقة. هذا مع المجهود، مجهود 3 سنوات لطالب سهر ليل نهار ويعني تكاليف أولياء الأمور يتعبون معاهم للتقوية وكذا، وبعدين يجي يستقطع منا 40% ل15 دقيقة فقط. هذا طبعا اللي نأمل أنه إعادة النظر فيه والاعتماد على المعدل التراكمي للطالب اللي يحصل عليه. خلنا نروح إلى المقابلات الشخصية. ما نوع الأسئلة اللي يدور فيها؟ يعني هل هي الوزارة تقول هي لتحديد ميول الطالب، هل يحدد ميول الطالب في ربع ساعة؟ ممكن يحدد ميوله، أي إنسان ميوله في ربع ساعة وبأسئلة. بعطيها حين نماذج من الأسئلة. سألوا طالبة: لو كنت غيمة أين ستمطرين؟ أي سؤال من الأسئلة. ولا صورة إن أنت غيمة، فوين رايحة تمطرين؟ يعني هذه من الأسئلة. بعد أيضا: ماذا ستفعلين؟ هاي طالبة أخرى: ماذا ستفعلين لو حصلت على بعثة لم تعجبك؟ إيش بتسوين يعني؟ يعني طالبة يمكن تقول أصيح يعني بعد خلاص بعد وش سوي يعني في روحي بعد؟ هذا يعني النتيجة. فهذا ما يستكشف ميل طالب جاي يبغي مثلا رغبة الطب، أنت تكشف ميله هل هو طب أو غير في هذه الأسئلة. سؤال أيضا، هناك بعد سؤال آخر: عندما تواجهين أمر لا يعجبك هل يعني تتعصبين؟ سؤال. طالبة سئلت عن معنى لقب، لقب الأسرة، ما معنى هذا اللقب؟ هذا يحدد ميل؟ هاي غريب يعني، في أشياء. ولهذا يعني في بعض الأسئلة يعني مثلا: تكلم عن نفسك باللغتين العربية والإنجليزية. هذا نقول يمكن أنه استكشاف مستوى يعني. اذكر نقاط القوة والضعف في شخصيتك، هذا بعد من الأسئلة. اذكر بعض الصفات التي تراها في نفسك، هاي استكشاف للشخصية نفسها. طبعا في الجامعة أيضا هناك مقابلات يعني ما تقل عن مستوى هاي الأسئلة. أنت الآن عندك مورد بشري كبير وتريد أن تستفيد منه في المستقبل لبناء المستقبل، بناء الوطن. لابد أن تكون هناك آلية أخرى لقياس. إحنا ما نقول لا تقيس ميله، لا، لابد قياس الميول، لأن هناك من يختار مثلا رغبة قد يخفق فيها وما يكمل، لأن هذا مو الميل هو الأساسي اللي عنده. لكن هناك في برنامج معتمد دوليا يقيس الميل بالضبط، ما تدخل فيه لا مؤثرات نفسية ولا مزاجية ولا شيء. يعني عادة اللجنة، احنا ما نتكلم عن اللجنة اللي تجري المقابلات لأن ما نعرف الأشخاص هؤلاء، لكن نقول دائما يحدث فيها تقدير نسبي. أنا لما مثلا أسمع إجابة طالب أو طالبة من واحد من أي عنصر من عناصر المجموعة اللجنة، قد تعطي يعني تقدير يختلف عن الثاني. فهذه تقديرات نسبية. 40% تضيعها على الطالب في تقديرات نسبية، هذه خسارة للوطن، خسارة للوطن. من 2011 إلى وقتنا الآن
اللي حاولنا ان نتعرف على احوالهم 697 طالب وطالبه من 2011، يعني 2011 166 طالب، والعينه ايضا في 2012 101 طالب، وايضا 2013 108 و2014 109 و2016 عندنا 146 وهذا العام 67. المجموع حصلنا عليهم 697 طالب وطالبة. المفترض هذين 697 طالبة ننتظر تخرجهم في 2015-2016، يعني اللي تخرج بالنسبة إلى اللي تخرجوا في 2011 له قرابة 5000 طالب وطالبة، المفروض ان احنا ننتظرهم في 2015 2016، يعني اللي دراسته اربع سنوات 2015 منتهي. هذا المورد البشري الكبير لابد ان يكون، لو كان هناك خطه استراتيجيه في البعثات، هاي الخطه تتناسب مع متطلبات سوق العمل، ما يكونون دلين 5000 اللي رجعوا في 2015 2016 يرجعون في يكونون في البطالة. لا، لابد أن يكون لهم أماكن، مجرد ما يوصلون أو يتخرجون يكون لهم الأماكن اللي تستوعبهم في سوق العمل. لكن احنا نلاحظ أن معظمهم يروحون في وين؟ يروحون في وزارة العمل يبحثون عن عمل ويسجلون ضمن العاطلين. وهذا جزء من الحقيقة. نطلب على أساس ننتهي من هذا الملف، حتى لا نتحدث لا أستاذة جليلة ولا أستاذ محمد ولا أحد، الكل يغلق هذا الملف، مطلب واحد هو فقط. أول شيء إعادة النظر في عملية المشروع هذا وإلغاءه، إلغاءه تماماً، والاعتماد على المعدل التراكم، هذا واحد. الشيء الثاني هو نشر الأسماء الطلبة اللي حصلوا على البعثات وأيضا معدلاتهم التراكمية والتخصصات التي حصلوا عليها والجامعات. هنا بعد ما في مجال إلى أي أحد أن يتحدث عن استفهامات أو يثير استفهامات معينة أو تشكيك أو أبداً، لأن الصورة واضحة وبدون أي مشكلة وتتبين الحقيقة. إذا كان هناك في تلاعب في البعثات بيتبين من خلال هذا اللي هو نشر الأسماء والمعدلات التراكمية. الوزارة إلى الآن ما عندها الاستعداد طبعاً تنشر الأسماء، وهذا طبعاً إذا في أسئلة لماذا يسأل إلى الوزارة. وزارة التربية في الكويت ودول مجلس التعاون الشقيقة جميعهم ينشرون الأسماء، أسماء الطلبة بكل وضوح، ولهذا ما نلاحظ هناك أصوات متذمرة أو أسئلة أو تشكيك أو تخوف. لا، يعني عندنا ناس مثلا من التخوف اللي عندهم 98% سبق توزيع البعثات، هو راح سجل بنته في اللي هو الجامعة للطب الإيرلندية ودفع الرسوم وقال لو تطلع لها مثلا نفس الرغبة رايح يكون في تعويض، ولكن هو راح في هذا الاتجاه. ذهابه إلى هذا الاتجاه هو نتيجة خوف وتوجس. لو هو شاعر بأن هناك بنته رايحة تحصل على الرغبة اللي تريدها والميل اللي هو تحقق لها هذا الميل، فما راح سجل بنته بهالسرعة هذه. فهناك تخوف، هناك توجس، هناك تشكيك، هناك علامات استفهام ما تنتهي إلا بهذه تحقيق هذه المطالب. ونأمل يعني من وزارة التربية والتعليم، هاي احنا دائما خمس سنوات نقول نأمل نأمل، وفي كل عام نلاحظ ان الأمل هذا للحين ما أدري إلى متى يتحقق، إن شاء الله مستقبلا وفي المستقبل القريب. وشكرا لكم.